اكتشاف جديد بجبانة السقارة الأثرية بالجيزة يشمل 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر من الدولة القديمة، وهو واحد من 3 اكتشافات سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لتصريحات خالد العناني وزير الآثار المصري، الذي أضاف أنه تم اكتشاف أكثر من 200 جعران لمومياوات قطط وتماسيح داخل مجسم خشبي على شكل تمساح، وكذلك تم اكتشاف مومياوات للأفاعي داخل مجسم خشبي، وكذلك أوراق بردي. أثناء أعمال رفع الرمال والرديم الموجود في الهضبة تم العثور على بعض مقتنيات من مختلفة، منها مجموعة تمائم ومنها تماثيل ومنها توابيت لجعارين لأول مرة. أهمية الكشف بيضيف لنا معلومات قيمة عن الدولة الحديثة والدولة القديمة، بيثبت إن الجبانة دي جبانة أصلا في البداية خالص كانت جبانة الدولة القديمة، وعيد استخدامها لاحقا في عصر الدولة الحديثة، ثم عيد استخدامها لاحقا تاني في العصر المتأخر جبانة للقطط المقدسة. يرجع سبب العثور على هذه القطط إلى أن مقابر الدولة الحديثة التي كانت محفورة بالجبل وتحديدا في النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ استخدامها لدفن القطط رمز المعبودة باستت، ومن المقرر عرض المقتنيات الأثرية المستخرجة من المقابر الجديدة داخل متحف إم حتب في سقارة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري لمدة شهر. اكتشاف بعثة مصرية خالصة، بنكتشف هنا مجموعة من المقابر التي تنتمي إلى أكثر من حوالي 2000 سنة موجودة في هذا الموقع. عندنا مجموعة من المقابر من عصر الدولة القديمة، أشهرها مقبرة خوفو وإمحات رئيس البنائين الملكيين، بتعود إلى حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. في حوالي 600 قبل الميلاد تم إعادة استخدام هذا الموقع لدفن القطط بسطت، خاصة إن احنا هنا قريبين جدا من المعبودة بسطت. منطقة سقارة هي أحد أهم المواقع الأثرية في مصر، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979. مستجاب عبد الله، CGTN العربية، من منطقة الثقارة الأثرية بالجيزة.